من العندليب لأحمد زكي. نماذج كتير في الفن أكدت إن الإحساس باليتم ما كانش عقبة قدام النجاح. وبمناسبة إن ده شهر الاحتفال بيوم اليتيم، تعالوا نعرف أشهرهم. عبد الحليم حافظ، توفت والدته وبعدها والده وهو طفل صغير ما كملش سنة، وأطلقت عليه بعض النساء في قريته إنه نحس. استطاع حليم إنه يحول شعوره بالألم لنجاح ساحق، وملى بصوته الدافي اللي بيحمل الكثير من الشجن أرجاء الوطن العربي. وده طبعاً بمساعدة أخته الكبيرة عليا، واللي قامت بدور الأم والأب في حياته. أحمد زكي، رحل والده بعد شهور من ولادته، وتزوجت والدته من رجل آخر، وتولى جده تربيته بعد كده. لكن زكي استطاع التمرد على الظروف دي وبنى نفسه بنفسه، ودخل مجال التمثيل والغناء، وأطلق عليه البعض إنه موهبة لن تتكرر. كبدي عليك والنبي مسكين، بس الناس دول مش عارفين، بتضحكهم وتفرفشهم وانا في الواقع قلبي حزين، اشكي لمين واحكي لمين. كلمات تغنى بيها اسماعيل ياسين، اكدت انه مش شرط ان الضحك يكون طالع من القلب. توفى والد اسماعيل ياسين وهو في سن السابعة، وعاش بعدها مع جدته اللي قال انها كانت قاسية في التعامل وكانت دايما بتضربه. وانتقل بعدها وعاش مع زوجة أبيه اللي برضو ما رحمتهوش، وراح إسماعيل للقاهرة عشان يحقق حلمه ويكون مطرب كبير، لكنه نجح في التربع على عرش الكوميديا حتى الآن. رغم جمالها وطلتها على جمهورها، إلا إن النجمة اللبنانية رولا سعد عرفت اليتم من صغرها، وده بعد ما توفى والدها قبل ما تتجاوز الشهر الخامس من عمرها. وبعد سنة ونص هجرتها والدتها من أجل الزواج، وعاشت رولا في دير للراهبات. وبعدها أصبحت شابة عاشت مع جدها وعمها علشان تدخل بعدها عالم الفن من خلال عملها كعارضة أزياء.